وللحديث حول تفاصيل الاجتماع معنا عبر الهاتف الدكتورة جميلة السماك، عضو مجلس النواب، عضو الشعبة البرلمانية. بداية دكتورة، يعني مساء الخير، ولو تحدثينا عن أهمية هذه المشاركة لوفد مملكة البحرين في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي. مساء الخير. طبعا تم عقد الاجتماع التنسيقي الثاني كما ذكرت للشعبة البرلمانية برئاسة صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب اليوم، وبحضور أعضاء وفد الشعبة البرلمانية المتمثل طبعا في أعضاء السلطة التشريعية، وكذلك حضور سعادة الأمين العام وللمجلس وأعضاء من الأمان العام. في هذا الاجتماع تم نقاش المواضيع المطروحة على جدول الأعمال باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي. بداية أحب أن أنوه إلى أن البحرين ولله الحمد حصلت على دعوة رسمية من قبل الاتحاد البرلماني الدولي الITU، وهذا دلالة متمثل طبعا في أعضاء السلطة التشريعية، هذا دلالة طبعا على يعني مركز والبحرين واقعا في الاتحاد البرلماني الدولي، دلالة على إنجازات البحرين على المستوى الدبلوماسي البرلماني والحقوقي. نعم. والذي حازت على ضوءه ثلاث لجان في البرلمان الدولي. البحرين حاجة على عضوية ثلاث لجان رئيسية في الاتحاد البرلماني الدولي. نعم. وهي كما ذكرت عبارة عن عضوة في لجنة الأمن والسلم الدوليين، عضوة في لجنة التنمية المستدامة، وكذلك عضوة البحرين في اللجنة الثالثة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان. هذا طبعا دلالة على مكانة البحرين من الناحية البرلمانية مثل ما ذكرت على مستوى العالم. نعم. النقطة الثانية أن إحنا مشاركتنا في هكذا يعني اجتماعات دولية سوف تعزز الدبلوماسية البرلمانية بين الدول. مهم أن تكون الدبلوماسية البرلمانية يعني معززة وقائمة على التبادل المعلوماتي والتبادل الفكري والتبادل الثقافي والحقوقي. النقطة الثانية، وجودنا في هكذا اجتماعات دولية سوف نعرض إنجازات مملكة البحرين على هذه الصعد. كذلك احنا رغم ان البحرين يعني ديمقراطيتها حديثة، ولقد ولدت بعدما ولد المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، إلا أننا نافسنا وتجاوزنا الكثير من الدول، واقعا الدول التي تعتبر من الديمقراطيات العريقة تجاوزناها بمراحل كثيرة، وهذا يدل على الحمد لله يعني مستوى مملكة البحرين الحقوقي ومستواها البرلمان. نعم. طيب دكتورة، يعني لو إشراك الشباب في مثل هذه الاجتماعات الدولية، هي مبادرة من قبل رئيس مجلس النواب وتعد الأولى حقيقة من نوعها، يعني كيف ترين هذه الشراكة وأوجه الاستفادة منها؟ طبعا نثمن طبعا معالي رئيس مجلس النواب هذه المبادرة الطيبة التي تعد كوادر شبابية جديدة تحمل هذا الفكر الحقوقي وهذا الفكر الدبلوماسي والبرلماني. البحرين ولله الحمد ولادة لهذه طبعا الشباب المتفتح الذي يحمل رسالة البحرين إلى العالم. هذا طبعا مهم جدا مشاركة شباب من طبعا هذا المستوى على أساس أنه يحضرون ويشوفون مشاركة أعضاء السلطة التشريعية في هكذا اجتماعات في الاتحاد البرلماني. طبعا سوف تكون الدورة هذه يعني على مستويين مثل ما ذكر اليوم في اجتماع اللي هو السيد أحمد بن إبراهيم الملا، على أساس أنه راح يحضرون طبعا معانا يشاركوننا معانا في الاجتماعات بشكل عملي، وأيضا سوف يحضرون اجتماعات بشكل نظري. هذا سوف يعزز طبعا مستواهم ويرفع من مستواهم الثقافي والفكري، ويكتسبون الخبرة طبعا من أعضاء السلطة التشريعية، وراح يعني يكتسبون أيضا طريقة توصيل إنجازات البحرين إلى العالم، يكتسبون فيها كل هذه الخبرات، وهذا يعني شيء طيب. وسوف ننقل بإذن الله هذه التجربة التي أيضا يعني أخذناها لأول مرة في مملكة البحرين، سوف ننقلها إلى العالم أيضا. يعني العالم اليوم لما ندخل في اتحاد برلماني دولي تحضره 150 ما يقارب 150 دولة،
وترى بأننا جئنا إلى هناك مع مجموعة من الشباب من أجل اكتساب هذه الخبرات، سوف يتعلم الدول، تتعلم الدول الأخرى المشاركة في هذا الاتحاد البرلماني من تجربة البحرين. نعم. وطبعا تكتسب هذه الخبرات من مملكة البحرين. نعم. الدكتورة جميلة السماك، عضو مجلس النواب، عضو الشعبة البرلمانية، شكرا جزيلا لك.